صباح الخير. اليوم الثلاثة 13/12 ومخبينا الفلك وشو بتقلنا الأبراج؟ نعرف بالبداية كالعادة مع الحمل اللي كثرة الكلام والنقاش قد تفيد أحياناً، ربما يلقى الضوء على بعض التفاصيل الدقيقة أو عم تفسح المجال أمام حوار صريح ليزول بالتالي أي خلاف أو سوء تفاهم قد يهدد العلاقات المهنية والعاطفية على السواء. نصيحة الفلك لإلك، ابتسم للحياة بتبتسم لك. ننتقل للثور اللي ردود الفعل الغاضبة ما بتجي بنتائج جيدة بمعظم الأحوال، عليك أن تتذكر ذلك جيداً وتعتمد طرق جديدة بالتعامل مع الناس على أساس التفاهم والانسجام. عندما تشعر بأنك بمكان غير مناسب وتقابل أشخاص ما بتتفق معهم، فمن الأفضل عندها أنه تغير المواقع وتكمل البحث عن من يفهمك. نوصل للجوزاء اللي الاهتمام المبالغ فيه بالحبيب قد يأتي بنتائج عكسية، وربما بتكتشف انك عم بتضيع الكثير من الوقت لإسعاد شخص غير مهتم او لا يبالي بالتضحيات اللي عم تقدمها. محاولة التغيير بأسلوب العمل ووضع استراتيجية جيدة للتعامل مع الزملاء المهنيين قد تبدو فكرة جيدة وورقة رابحة. نوصل للسرطان اللي الفكرة الأساسية من تدخل المقربين بالحياة الشخصية هي خدمة مصالحك، بس الواقع بيقول غير هيك، لهيك بتلاقي نفسك دائماً على خط المواجهة معهم. جرب أن تعتمد أسلوب مختلف هاي المرة واستمع لكل الآراء والنصائح قبل أن تتصرف كما يحلو لك. أما فيما يتعلق بالحب وأخبار القلب فأنت حريص على عدم مشاركتها مع أحد. الأسد اليوم واحدة من عدة احتمالات جيدة بتقدر تلقطها والاستفادة منها، بس هيدا ما بيعني أن تتراخى وتهمل الوجبات الأساسية لما تلاقي بوادر النجاح. من الممكن أنه تحقق بعض التغييرات الجذرية اللي بتسعى إلها، إلا أنه ذلك يتطلب جهود مشتركة والاعتماد بأحيان كثيرة على مساعدة المقربين. العذراء ما بتنقصك الحنكة والذكاء لتسيير شؤون الحياة والعمل، لهيك أنت ما بتحتاج لطلب المساعدة أو المبالغة بالاستفسار عن شيء. إذا كنت متأكد ومقتنع باللي عم تقوم فيه أمضي بسبيلك ومتخلي شكوك وأوهام توقف مسيرتك. عاطفياً مراقبة تصرفات الحبيب ومتابعة كل ما يقوم به قد يثير الخلاف معه. الميزان، كن على ثقة بأنه جاذبيتك وسحرك الخاص له أثر كبير بحياتك وحياة الآخرين. ربما يدفعك الروتين والأعمال المتكررة لطرق على الأبواب الجديدة رغبة منك بتغيير أو مغامرة مختلفة، وهيدا اللي بيخلي من حياتك متنوعة وفريدة من نوعها. بالحب زمن الاستسلام للعواطف والمشاعر انتهى وأصبح من الماضي. نوصل للعقرب اللي محاولاتك الكثيرة لإعادة التوازن وضبط الأمور بالحياة حتتكلل بالنجاح. المزيد من الجهود والتركيز ما رح يضرك أو يتعبك بهيدا النهار. تمتلك أيها العقرب أوراق رابحة وبتقوم بدور هام بتحقيق مصالحة أو التوصل لاتفاق جديد. عاطفياً كوكب الحب المتواجد عندك بشجع على تغيير جذري بالعلاقة. القوس، كلام الأصدقاء والمحبين قد لا يكون دائماً صحيحاً، ربما تحتاج للمزيد من الاستفسار عن شيء ما قبل أن تقوم به. المعنويات الجيدة اللي بتتمتع فيها بتساعد باجتياز مرحلة صعبة على الصعيد المهني. أما عاطفياً فتبدو تصرفاتك غريبة بعض الشيء وبتميل للمزاجية. الجدي، بتشوف كل ما هو لامع وبراق وربما تهمل التفاصيل الهامة. ما تخلي انفعالات قصيرة الأمد تأثر على حسن اختيارك وقراراتك. تذكر دائماً أنه عندما تتاح لك فرصة استفيد منها سريعاً وما تنطر اللحظة المثالية أو فرصة أفضل. بالحب بتجذبك المغامرات الجديدة أو النشاطات المميزة اللي بتشارك فيها الحبيب. أما الدلو فالأجواء تبدو جيدة بالإجمال ومناسبة لخطوة جريئة قد تقوم بها بهدف تغيير الواقع اللي بتعيش فيه. انتبه من أنه الأحلام قد تأخذك بعيداً وتأثر على سلوكك مع الناس. بالحب بتعيش فترة من الضغوط العاطفية مع الحبيب، بس اليوم ما بدك تفكر بهيدا الشيء وتحاول الهروب من أي نقاش بيتعلق فيه. ختاماً مع الحوت اللي الانشغال بذكريات الماضي والتجارب القديمة يبدو بلا قيمة اليوم. كل ما في الأمر أنك بتعيش مشاعر متناقضة بين الحنين والترقب، بس ما بتعرف على أي بر ترسو.
الخبر الجيد هو أنك دخلت مرحلة طويلة الأجل من القوة المعنوية والعاطفية، أي أنك لن تتعرض لصدمات أو خلافات عاطفية. مولود اليوم هو شخص ذكي واثق ومجتهد، كفاءتك وتصميمك بيخلوك تحقق الحد الأقصى من النجاح وتضل متقدم على الآخرين، بس بتحتاج للتحكم بميلك للتصرف بشكل عنيد وغيور وانتقامي ببعض الأحيان.